سمعنا حقيقة الأمر الأشخاص اللي عملوا هنا عملوا بطريقة رائعة ونظيفة ومرتبة ما شاء الله. هنا المسار واسع حتى يجد الإنسان الماشي راحته، ومحب القري في الجبال أيضا يجد أمن الطريق من الحجارة، حيث انبساطة المكان وسعة الطريق. جزاهم الله الخير على هذه الجهود وعلى الأوقات التي قضوها في هذا المكان، وأيضا العلامات التوجيهية والمرشدة للطريق واضحة في أماكن فعلا يراها الإنسان من بعيد. جزاكم الله الخير. هنا طبعا منظر رائع مطل على هذه الأماكن. هنا في الأمام الملعب، وهنا على اليسار حي التراث. وأيضا ألاحظ أن بعض الشباب هنا ما شاء الله اختاروا طريق آخر أيضا جديد لسهولة من يأتي من هذا المكان قرب مجمع الهاتف أو مقوي الشبكة. فهذا أيضا طريق استحدث جميل. هنا طبعا وضعنا هذه الحجارة حتى لا يلتبس على الإنسان اللي يريد يروح الملعب، ولكن هذا الطريق واضح أيضا لمن أراد الصعود إلى هذا المكان الجميل ورؤية ما خلف هذه التلة أو هذا الجبل. فإن الطريق أيضا نظيفة ويدل أيضا على جهد كبير بذل من قبل هؤلاء الأبطال جزاهم الله الخير. نظفوا المكان وأصلحوا الطريق ووسعوه بحيث يجد محب رياضة المشي الجبلي متنفسا يمارس في هذه الرياضة، مع حرصهم على المحافظة طبعا على نظافة المكان وأيضا مراعاة خصوصية هذا المكان الذي يمارس فيه هذه الرياضة. ما شاء الله صعود. هنا طبعا حافظ أيضا على الأشجار، ينظر إنها بجانب الطريق، لكنهم طبعا كونها شجرة خضراء لم يقتلعوها بل حرصوا عليها. هنا بسطة في المكان، هذا المكان المرتفع بسطة رائعة حقيقة. من يأتي إلى هنا سيجد مكانا متنفسا، مكان فيه راحة، وأيضا مكان للتفكير ومراجعة النفس. يعني هذه من فوائد المشي في هذه الأماكن، بعيد عن الأزعاج، بعيد عن الضوضاء، بعيد عن كل شيء شاغل عن من مكدرات الحياة. حقيقة يسعد الإنسان لما يجد مثل هذه المبادرات، ويجد أن هذه الطاقات فعلا تتوجه فيما يحقق مصلحة المجتمعية وما يحقق راحة الناس وما يساهم في إيجاد بيئة سهلة، بيئة آمنة لممارسة الرياضة. ومثل هذه الأمور الرائعة وهذه المبادرات لا تقدر بثمن، وأصحابها أصحاب همم، والقائمون عليها يقومون بما يحقق الخير لهم والخير لغيرهم. كما قلت هذا الطريق إطلالته إطلالة رائعة على حي التراث. حقيقة من يصل هنا سيستمتع بهذا المنظر الجميل. هنا على يساري الواسط وبقية حي التراث، وعلى يمين أيضا مساكن حي التراث. الآن من أراد أن يرى هذا المكان الرائع والجميل فلما يصل إلى هنا سيكتشف جمالية هذا المكان وروعة الذين قاموا بإصلاح هذا الطريق. جزاهم الله الخير، بارك الله فيهم.